كان عزلان المناطق الداخلية. الحكومة تعمل الآن على تجسيد مشروع السكة الحديدية رقم واحد مثل الطريق الوطني رقم واحد من الجزائر إلى مراسي، فسوف تعمل الحكومة على رفع هذا التحدي إن شاء الله بإنشاء السكة الحديدية من الجزائر العاصمة وحتى تمراسط، حتى يكون هذا الحبل السري الذي سوف يوصل كل نقاط الوطن بعضها ببعض. من هنا فصاعدا يمنع منعا باتا إعادة تقييم المشاريع إلا في حدود 10% من الظرف المالي المخصص ابتداء، وبالتالي يجب العمل على احترام الأجال، أجال الإنجاز والتنفيذ، وهذا بإنضاج الدراسات الأولية. هذا يعطينا نقطة الأجال النهائية لاستلام الخط. نعم. حتى بوسط. نعم. نهاية السنة. إذا استلموا ما تبي تجارب معش ما تفعل. بس كرانا نمرك. لا لا أعطيني شوف أعطيني الأجال مع التجارب. جانفي إن شاء الله. جانفي في 31 يوم. أواخر جانفي إن شاء الله. صح، أنا أقول لك حاجة. نشوف نديروا التجارب إن شاء الله ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، ونستلموا في 31 ديسمبر إن شاء الله. إن شاء الله. دونك تجي شوف يجي وفد وزاري لاستلام هذا المرفق، هذا استلام الخط، والوفد الوزاري راح يمشي متسمسك حتى البوكسور. إن شاء الله. لازم نرفعه هو أنه نربط الجامعة مع عالم الشغل، احتياجات الشغل هي التي سوف تقرر الملحق الدراسي على مستوى الجامعات.